وبعدين انا مش شايف داعي للتوتر اللي انت فيه ده كله. مفيش داعي زي بس يا فندم. انا كنت عامل حسابي هسافر بعد فتره مرتاح شهرين شهر، لكن انا هلحق اتعلم كل ده امتى؟ هتلحق وهتتعلم. اقعد اقعد بقى. هيلحق ولا لا يا باشمهندس؟ طبعا يلحق. انا شخصيا ممكن اخلص شغل معاه النهارده او بكره بالكتير. الموضوع بسيط جدا، مش مطلوب منك غير انك تبعت ايميل من اي جهاز هناك لايميل معين انا هديهولك على انه سي في شغل. بس في ابسط من كده؟ وانا ازاي اخليهم يسمحوا لي استخدم جهاز من عندهم عادي كده؟ يا سيدي ما تقلقش، انا هجهز لك بدل الاوبشن 2 و3، ما تشيلش هم ده خالص. طب بصراحه يا فندم انا مرعوب يكشفوني، لان هم عادي جدا ممكن يدفنوني هناك ومحدش يحس بيا. يا فندم حضرتك مش عارفهم. لا انا عارفهم كويس، بس اعرف نفسي اكتر وعارف انت غالي عندنا قد ايه. انا اللي ممكن اعرضك للخطر حتى لو هلغي المهمه، ولو انت مش جاهز انا اللي همنعك من السفر. بقول لك ايه، سيبك بقى من القلق اللي انت فيه ده، احنا هنكون في ظهرك، هنبقى حواليك حتى وانت هناك. خلاص بقى سيبك من القلق ده عشان تركز. حتى وانا هناك؟ حتى وانت هناك ركز بقى عشان نتعلم بسرعة. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي اخرك كده؟ امال لو كنت جيتي معايا امبارح بالليل يعني. بس كويس انك نايمه عشان تروحي تعملي معايا شوبينج بعد السيشنز. ده مين بقى اللي قال كده؟ انا اللي قلت كده يا ستي. انا ديكتاتور على فكره، ما تخيرش عن الانظمه القمعيه اللي بيحكوا لنا عنها. انجي احنا من جوه قريبين قوي من بعض، تعالي نشتغل على ده. انا حبيتك، ومش بس حبيتك، أنا بحترمك وبقدرك. وبعدين يا ستي الشوبينج بيحب اللمة، يعني هتخليني أروح أعمل شوبينج لوحدي في الغربة دي؟ لا طب. طب يلا بينا، يلا بدل ما يدونا غياب وأنتي أصلاً مش ناقصة يا طايحة. صباح الخير. أنا الدكتورة نازلي تحسين، أستاذة علم النفس. الموضوع اللي هكلمكم فيه النهارده هو الكراود سايكولوجي او سايكولوجيه الجماهير. وعشان تقدروا تفهموا قد ايه الموضوع ده مهم وقد ايه بيأثر في نواحي كتير من حياتنا، هقول لكم حاجه غريبه جدا. انا ما بحبش السياسه ومليش فيها، ومعلوماتي عن البيزنس معدومه، وعلاقتي بالاجهزه الامنيه ما بتتعداش اليوم اللي بنزل اجدد فيه رخصه عربيتي. لكن بالرغم من كده انا بدي نفس المحاضره دي في اجهزه امنيه وفي مؤسسات سياسيه وفي شركات كبيره، علشان كلهم محتاجين يعرفوا العلم اللي يقدروا يحركوا بيه الجماهير في الاتجاه اللي هم عايزينه. يعني حضرتك عايزه تقولي ان نفس الطريقه اللي انا هستخدمها عشان اقنع الناس ان هم يشتروا نوع شامبو هي الطريقه اللي انا هستخدمها عشان اخليهم يعملوا ثوره؟ اكزاكتلي. المبادئ هي هي والقواعد ما بتتغيرش، التكتيكات بس هي اللي بتتغير من حاله للتانيه. لكن اهم حاجه لازم تعرفوها النهارده هي انك عشان تخاطب الجماهير لازم تأثر على مشاعرهم. Emotions, emotions, emotions. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.